الكذاب ايه؟ الكذاب نساي. انا بتكلم معاكم بالورقة والقلم. الكذاب نساي. اول امبارح كان في مداخلة ما بين مرتضى منصور واحمد جمال. وصل الكلام بتاع مرتضى منصور في 10 ثواني، في 10 ثواني فقط، قاعدهم لكم 3 مرات او 4 مرات، في 10 ثواني. ال10 ثواني مرتضى نسي وقال فيهم 10 جمل يبرأوا صحة الأمن من الدواعي الأمنية ويلبسوا السلطانية للجنايني. عشان تعرفوا إنها كانت مؤامرة. سيبكم من الأونطة، خلي بالك. بص، فاكر أنت لما قال له خالد الغندور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي من أحسن وزراء الشباب، قال لك مش عايزين نشكر فيه لا يقولوا بيجاملنا. فاللعبة بتاعت إنه يطلع يشتم الجنايني امبارح ويطلع صوره للجنايني مع عم مع المحترم خالد بيت درندلي امين صندوق الاهلي واحمد شوبير، دي تمثيليه عشان يبان قدام الناس انه بيشتم الجنايني عشان على خلاف معاه، والجنايني بيعمل له كل حاجه. اسمع اللي بقول لك عليه، انا حافظ اكتر من نفسه، انا هاخد دكتوراه فيه في يوم من الايام. انا عارف بقول لك ايه، بيتوه الناس. ما هو بيشتم امر الجنايني، يبقى ماله؟ مش عارف ايه. طب ما هو قال لك ايه، ما زالت الدواعي الامنيه قائمه حتى الان. وانت تتكلم ليه يا مرتضى وتفهمنا الدواعي الامنيه ولا مش الدواعي الامنيه؟ لا، الامن زي الفل والبلد زي الفل، وبنمشي في الشوارع وبنروح الصبح والدنيا زي الفل والبلد امنه. ومين خول لك تتكلم بلسان الامن؟ ومين انت قال لك تقول ان القمه يوم 28/10؟ وجبت منين المعلومة قبل ما يعلنها الوزير النهاردة مع الكابتن محمود الخطيب في البيت؟ بص، أوريكم الكذاب نساي، عشان ما تنساك الجملة دي دايما، الكذاب نساي. أسمعك حضرتك أنا؟ بص، أسمعك 11 ثانية، 11 ثانية عشان تعرف مرتضى منصور هو اللي ورا تأجيل القمة وهو اللي تفصل له تأجيل القمة، وأنا نشرت دي على صفحتي النهاردة على الفيسبوك. يتقال لي فرجاني الساسي، مش انت فرجاني الساسي اللي احنا اجلنا بطوله الدوري لغايه ما تخلص ماتشتك وتيجي والاصابه بتاعتك تخف منها؟ يتقال لي فرجاني الساسي، مش انت فرجاني الساسي اللي احنا اجلنا بطوله الدوري لغايه ما تخلص ماتشتك وتيجي والاصابه بتاعتك تخف منها؟